أعتقد كده إنكم فهمتوا كل حاجة وبالتفصيل، صح؟ وكل واحد اطمن على كل حاجة بيحبها، اطمنت على قلبه وحبه؟ ماشي، اطمنت. وأنت اطمنت على الأغبية بتوعك؟ للأسف بخير. الحمد لله. كل واحد فيكم بقى يمسك القلم ده ويمضي على الورقة الحلوة الملونة دي عشان أتأكد إنكم موافقين على نشر البحث. طب أنا عايز أعرف يا دكتور، أنت هتعمل إيه بالبحث ده بالظبط؟ وسيم! أنا صرفت أكتر من 84-62-31 مليون دولار عشان أنتوا تلعبوا وأنا أتفرج عليكم في شاشة، من مواصلات لبدلات لسندوتشات كبدة للعيال كلها اللي حواليا. بعت عربيتي، بعت ذهب أم أنور. أم أنور مين؟ أم أنور، أنور نوار مامة ابني. يعني ليه؟ يعني ليه صرفت كل الفلوس دي عشان توصل لإيه؟ أنا هقول لكم، هما كل سنة عندنا في النقابة بيعملوا جايزة علماء من زمن فات. أنا المفروض كنت أخد الجايزة دي من زمن فات، من زمان، بس هما مش بيدوهاني، رافضين يدوهاني خالص، بيدوها لأصحابي وبعدين بياخدوهم يفسحوهم في رحلة في الأزهر بارك ويلففوهم مصر كلها، وأنا بيسيبوني لوحدي في النقابة. وآخر سنة سابوني في الحمام صوت شعري أبيض يا حبيبي، وقعدوا يقولوا لي أنت اتلبست. يا دكتور، ما أنت بالفلوس دي كان ممكن تفتح لنفسك نقابة وتقعد تاخد جوائز كل يوم براحتك. أيوة، بس الجايزة لما تيجي من غريب بيبقى ليها طعم غريب. طيب أنا مش حمضي، لأن أنا خلاص كسبت، عملت اللي أنا عايزه. عارف أنت لو كنت معلق مكسبي على الإمضة كنت مضيت، بس أنت تسرعت وقلت لنا الحقيقة. وسيم لو عايز يمضي يمضي هو. أيوة همضي طبعا يا مازن، دي أول مرة نعمل حاجة صح، نشترك في بحث. أنت متخيل ممكن نفيد البشرية في إيه؟ كنت متأكد إنه عامل كده، صاحبي من واحنا قد كده حافظه. تعبيط يا مازو، أمضي على إيه؟ صحيح. يبقى زود بقى يا دكتور في البحث بتاعك إن الإنسان بينفعل قوي بعد ما بيفقد أرنوبي ابنه. وبقى زود في البحث يا دكتور إن مازو ما بيمضيش غير على لعب. لما يبقى عندك تحديات جديدة بقى كلمنا. يلا. يلا يا ويسو. يلا. يلا يا لوزر. لا 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 لا. أنا هحلم، أنا هحلم. لا لا. أيوة ماما، ترى بيشتغلوني زي ما توقعتي بالظبط. لا يا ماما ما تغبش علي، أنا كويس، أنا كسرت القوارير، بس هجيب الأرنب وهولع في المعمل وهجيلك على طول. تعمليلي عليه ملوخية ورز يا ماما ونتعشى مع بعض. سلام. لا لا.